كل يوم ما بنعمل شيء. بنفيق الصبح بنروح على القهوة وبنضلنا بالقهوة شي ساعتين أو ساعتين ونص ثلاثة، بنرجع البيت بنصلي مرات الظهر أو العصر أي وقت تكون، بنروح بنشوف الشباب بنجمع بعض وبنرجع للقهوة، بنقعد بالقهوة للمساء. المساء بنروح بنحضر مسلسل، بنسهر شوي بالبيت بنشرب شاي بناكل ذرة بنحط راسنا وبننام بس، وهيك كل يوم يعني. يعني بالبداوي كنا عايشين بمدارس طبعا بدون اي يعني حياة كانت صعبة جدا. لما قالوا لنا انه في مساكن جاهزة اكيد كنا متلهفين انه ننزل نعيش بالمساكن الجاهزة حتى ناخذ راحتنا كبشر، لانه ما كان في هناك حمامات، ما كان في كثير شغلات. وكنا عايشين بكوريدور بمدرسة مع ثلاث أربع عائلات. تخيلنا بأنه المساكن هاي اللي إحنا بنعيش فيها طبعا لك خصوصيتك كإنسان، يعني بتاخد خصوصيتك راحتك على الأقل، أنه بتعيش مع عائلتك ضمن لو غرفة. كنا مبسوطين من أول شيء، مبسوطين أنه رح نرجع لمخيم نهر البارد اللي كنا طبعا فاقدين الامل بالعوده الى نهر البرد، حتى لو انه مخيم جديد. صحيح انه مش المخيم، لكن انا قريب من بيتك، قريب من سكنك القديم. ونزلنا على المخيم وشفنا كيف المخيم، وبصراحه اول ما نزلت انا يعني تفاجأت وانصدمت صدمه كبيره، يعني كله مكسر، كله دمار، الدخان الاسود طالع، في شيء بالشوارع كله رمل، كل البنايات مكسرة ومهدمة. يعني انتابني شعور كتير بشع، كتير مأساوي في الحياة اللي كنت عايشة هون قبل. كيف صرت أتخيل كيف كنت أنا أمرق بهذا الشارع، كيف كانت بيوته، كيف كانت حجاره، أرجع أفوت بالشارع ألاقيه مدمر، يعني فيش له أي، يعني ما فيش شي بدل إنه هذا الشارع اللي أنا كنت أفوت فيه. ساكن بالمخيم القديم، محل ما في رمل، محل ما المنطقة مجلوفة. هسا أنا بقعد بالبلكسات هون، بلكسات الحديد على الأول، هناك بقعد بالطابق اللي تحت. هون بيجلو بس الجلي، يعني بس للجلي. وهون الحمام، حمام يعني مترين، متر ونص صغير، وهم بيعملوا الأكل. ما كنا متوقعين إنه السكن راح يكون بهال، كنا مفكرين مثل بيتنا إنه المطبخ لحال، الحمام لحال، في غرفتين ثلاثة طبعاً تأخذ راحتك، أولادك لحال، الشباب البنات لحال، أنت وزوجتك في مكان يعني خاص فيكو. مرات نيجي بنسهر هون بالليل انا واهلي، ما بعرفش وين بدي اقعد، يعني بكون في عجقه كثير. احنا ساكنين، اسف يعني، بس بزربات بقر، يعني حاويات للحيوانات، براكس حديد، كثير العيش صعب فيه، كثير كثير كثير. حتى من وراء العيش صار يتولد عندي حاجات، يعني انا بكرهها بحالي. يعني صرنا حوالي سنة وشوي ساكنين هون، عم نحاول نتأقلم مع الواقع الجديد، لكن للأسف يعني بعد عم نلاقي صعوبة كثيرة ب
بالتأقلم مع هذا الواقع، لكن نتحمل لأنه ما في بديل، نتحمل على مضض وعلى مرارة. طبعا كتير عم بصير في اعتصامات ومناشدات لتغيير هذا الواقع، لكن للأسف كله ما فيش أي شيء جديد، ناطرين إعمار المخيم. قاعدين برا من الشوب لانه ما قطع الكهرباء، فيش كهرباء، هربنا لانه شوب ما في نقل. طبعا البركسات اللي عمروها الجديد احسن من هاي، من ناحيه انه السقف بطون، يعني فوق جارك ما بتسمعه، يعني بعدين ما بتشعر بالحر بالشوب، لكن نفس الاكتظاظ السكاني موجود، نفس المعاناة موجودة. التجمع السكاني القريب من بعضه أكيد دايما بيخلق مشاكل بين العائلات اللي هي أصلا مش منسجمة. بدك تنام ما بتعرف، أول شيء درجة حرارة عالية، ثاني شيء الصياح اللي بصير من الجيران ومن الأطفال ومن هيك، وبالشتاء برد كتير برد، يعني حديد تحط ايدك على الحديد تلاقيه كتير مسقع، ما بتقدر يعني بالليل لما بدك تنام بدك تحط على حالك شي 4-5 حرامات بتحس حالك دفيان شوي. نتمنى انه هذا السكن يكون مؤقت لسنه او سنتين حتى اعاده اعمار مخيم نهضه، لكن قلت لك يعني مساله اعاده الاعمار يعني مش راح بكبسه زر، يعني مش راح تكون، اكيد بدها وقت بين اتخاذ القرار، بين القرار السياسي وبين البدء باعاده الاعمار، بدها على الاقل 3 سنوات. يعني الناس بتحس هنا بتصير عند الناس نوع من يعني الاطمئنان، بيطمئنوا انه مش عم بيعمروا براكسات عشان الناس ترجع تنزل هون، يصير عمار بالمخيم عشان الناس ترجع على المخيم، لانه البراكسات بهالكميه وبهالعدد هذا الناس صارت تحس انه ما فيش رجعه على المخيم القديم، انه احنا عم ضلنا مستقرين هون دائما. إننا هنا اليوم في هذا الموقع بالذات لنعلن للأونروا ولكل المعنيين أننا نرفض بناء بركسات جديدة للسكن المؤقت. هناك موقع الإعمار الفعلي في المخيم القديم